Mobile de la police judiciaire. Donc c'est une opération de 2011, tranche 2011. يطيبوني ويشرفوني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الزملاء مستخدمي أمن ولاية بجاية من إطارات وأفراد أن أرحب مجددا بسيادتكم المحترمة وبكل أعضاء الوفد المرافق لكم في هذه الزيارة العملية لولاية بجاية، كما أشكركم على مشاركتكم معنا في مراسم تدشين المقر الجديد لفرقة البحث والتدخل والذي يعد لبنة يضاف إلى الإنجازات التي حققتها المؤسسة الشرطية فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، تم إنشاؤها بالمقرر رقم 082 المؤرخ في 21 فبراير 2016 الصادر عن السيد المدير العام للأمن الوطني. المقر الجديد لفرقة البحث والتدخل من شأنه تعزيز تلك الموجودة حاليا من أجل التوزيع الجيد والأحسن لمصالح الأمن الوطني، والتي تتمثل مهمتها الأساسية في الحفاظ على استتباب الأمن والطمأنينة في المنطقة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.